شقيبت أسست 1992، أسس الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني لتعزيز سلالة الخيل العربية الأصيلة في دولة قطر. حالياً احنا متواجدين بدرب الساعي، وعندنا الخيل العربية العروض التقليدية. طبعاً خيال الموجودين هنا كلهم خيالة الشقب، ولبسين اللباس القطري والدقلة القطرية والمجالد. عندنا قسم الخيل العربية بالعروض التقليدية الفروسية، مو بشيء جديد هنا في قطر. مثل ما انتم شايفين احنا كفاعلية الشقب موجودة بدرب الساعي لتعزيز وتثقيف رياضة الفروسية في قطر.